إن بحث التصوير في أسلوب القرآن قديم وحديث، سابق ولاحق، يبرز الإعجاز عن إدراك إعجاز القرآن. وقد أشار القدماء لهذا الأمر بما عبروا عنه حسب مصطلحاتهم كالتخييل والتجسيم. ومع ارتقاء التصوير في العصور الحديثة، كان من البديهي أن يلتفت الدارسون إلى إعجاز القرآن، يبحثون فيه عن الصور وعن فن التصوير. فكان أن وجدوا في أدب القرآن المعجز أنه معجز في تصويره بالمعنى العصري الحديث، كما أنه معجز في نظمه في نظرية النظم في الاصطلاح القديم. فكان التصوير في القرآن معجزة فوق الإعجاز، معجزة كل عصر وزمان. يتجه القرآن لهذا الإنسان فيخاطبه بكليته وذاته كلها، عقله وفكره، نفسه ووجدانه. يخاطب كينونة الإنسان كلها، وذلك بأسلوبه العجيب، أسلوب التصوير الحي. فيعبر عن كل حالة أو حادثة أو موقف بصورة محسوسة متخيلة حاضرة شاخصة، صورها بالألوان والحركات والإيقاع، ومزج بها جرس الكلمات ونغم العبارات، فتكتمل فيها كل عناصر التخييل الحسي والتشخيص الحي، فتتبدى لك صورة حية بارعة خلابة تهيمن على مشاعرك وأحاسيسك حتى تجعلك أمام قبس من الحياة الحقيقية. إن وسائل التصوير الفني في القرآن الكريم هي كل وسيلة من وسائل التعبير تثير المخيلة وتستدعي الصورة إلى الفكر، وتسير الحركة، وتلمس مشاعر الوجدان والقلب. فالحروف في القرآن تصور، والكلمة تصور، والجملة وفنون البلاغة كذلك تصور، وهناك من وراء ذلك أدوات وأدوات. فهناك تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالإيقاع، وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها الأذن والعين والحس والخيال والفكر والوجدان. هذه الآية الوجيزة الجامعة هي أمدح قول يقال، جمعت في وجازة عبارتها الفضائل العلمية والعملية، لأن الخلق الكريم لا يتحقق في الإنسان
إلا بعد معرفته ما يحسن من الأمور وما يقبح وما هو الأحسن، ثم يختار الأحسن والأفضل في كل موقف. حرف الجر على نقل هذا المعنى المجرد إلى صورة حسية يتخيلها المرء، لأن هذا الحرف معناه الاستعلاء، والاستعلاء إنما يكون على شيء مادي. فكأن مكارم الأخلاق قد ذللت وانقادت للنبي صلى الله عليه وسلم، يتصرف فيها تصرف المستعلي على الشيء المتمكن منه، كما أنها أفادت رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في قمة المكارم والفضائل. هكذا ارتقى المعنى بهذا التصوير ليبلغ غاية لا تساميها غاية، حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المكارم والفضائل، ثم هي فوق ذلك لا تصدر عنه بتكلف أو مشقة، بل هي في غاية اليسر والسهولة لأنها منقادة له. وهذا مثال على التصوير بالحرف. فقوله تعالى هنا ليبلوكم، المراد منه يختبركم، وأصل المقصود ليظهر أيكم أحسن عملا، فجاءت الصيغة ليبلوكم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، لكي تحضر لك صورة هذا الإنسان وأنواع الاختبارات تتوالى عليه في عباداته ومعاملاته وماله وبدنه ونفسه ومجتمعه ودنياه وآخرته. هل يستقيم فيها جميعها؟ هل يستقيم فيها جميعها على أمر الله أو لا يستقيم؟ ولو عبرت بكلمة أخرى أو صيغة أخرى غير المضارع من المادة نفسها لفات من غرض الكلام ونقص مغزاه. وهذا من أوجه التصوير بالكلمة.
إن أصل الاشتعال للنار، وهو في هذا النص أبلغ، وحقيقته كثرة شيب الرأس، إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار. وله موقع في البلاغة عجيب، وذلك أنه انتشر في الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتعال النار، وهذا التعبير لم يكن معروفا عند العرب، وهذا تصوير بالجملة. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم بلغة العرب، ولغة العرب أبلغ اللغات وأكثر اللغات فناً وأداءً. ومن جملة بلاغة القرآن ما سمي بالتصوير القرآني. التصوير القرآني هو ببساطة نقل الكلمة، هناك تأتي كلمة أو عبارة أو جملة، تحويل هذه الكلمة أو العبارة أو الجملة في الدماغ إلى صورة تمثيلية متكاملة يتصورها الدماغ تماما وكأنه يراها رؤية العين. فهذا الأسلوب الجميل جدا المؤثر جدا في النفوس، يعني القارئ عندما يقرأ هذه الآيات يذهب بخياله إلى صورة وكأنه يراها على شاشة كبيرة فيعيش هذا الحدث بذاته، فهذا مؤثر جدا في كتاب الله عز وجل. نضرب لذلك مثالا، يقول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فانظروا إلى هذه الآية، عندما تقرأ أنت هذه الآية، عندما تقرأ تتخيل أن السماء لها أبواب، وأن الناس عندما تموت تصعد إلى السماء، تريد أن تدخل إلى هذا الملكوت، هذه السماء الذي فيها الجنة، فكأن السماء لها أبواب. طبعا هذا ليس صحيحا بالمعنى الحرفي، ولكن لا تفتح لهم أبواب السماء، كأن السماء لها أبواب وكأنهم أغلقت الأبواب في وجوههم، فليس لهم مكان إلا أن يعودوا إلى الأرض. قال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل في اللغة هو الحبل الغليظ الذي تربط به السفن،
فتخيل أنت وأنت تقرأ هذه الآية، تتخيل كيف أن هذا الحبل الغليظ الذي يستحيل عادة أن يدخل في ثقب الإبرة، فلن تدخل أيها المنكر الجاحد لوجود الله ولوحدانية الله، لن تدخل الجنة إلا إن دخل هذا الحبل في هذه الإبرة، فينطبع في نفس القارئ استحالة هذا الأمر. فهذا مشهد بسيط من مشاهد تمثيل القرآن الكريم أو تصوير القرآن الكريم. أيضا هناك آيات كثيرة مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه الآية لما في على من معاني بلاغية، ففيها مثلا معنى الاستعلاء وفيها معنى التمكن. فلما يقول الله تعالى وإنك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم، فكأننا نتصور أن الخلق العظيم جسم، والنبي عليه الصلاة والسلام على فوق هذا الجسم، فهو بأخلاقه أعلى حتى من الخلق العظيم، بل وتمكن منه، لأن على أيضا تفيد التمكن، تمكن من هذا الخلق فكان خلقه عظيما صلى الله عليه وسلم. وكثير جدا من أراد أن يستزيد فليقرأ في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي رحمه الله، ففيه صور كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى.